منذ عام 1948 أنشئت مدرسة المتنبي، وهي مدرسة ثانوية خرجت مئات بل آلاف الأجيال والطلاب، لها مكانة خاصة في قلوب أهالي مدينة إدلب. البارحة تم إغلاقها وتوقفت هذه المدرسة عن تخريج الطلاب. لا يملك طلاب مدرسة المتنبي سوى النظر من بعيد لها بعد أن أصدت أبوابها بإحكام أمامهم، وذلك لعدم القدرة على تأمين رواتب للمعلمين. الصيدلانية ضحى جارة للمدرسة منذ 20 عاما، يومياً كانت تشاهد الطلاب وهم يتوافدون صباحاً إليها من دون انقطاع على طول كل تلك الفترة. خرجت أجيال إدلب معظمة، يعني وهي كانت صرح عظيم ولا زالت. فعملية إغلاق مدرسة المتنبي هي بمثابة انهيار التعليم وبداية ل يعني انتشار الجهل بشكل كبير. فهي مثل راح نقول منبر للعلم وأغلقناه. تعتبر مدرسة المتنبي من أهم الأماكن في مدينة إدلب، فهي نقطة علام في المدينة، واسمها في ذاكرة العديد من أبنائها ممن مروا بها خلال حياتهم الدراسية، حيث كانت الثانوية الأولى والوحيدة لفترة طويلة في المدينة. من وقت اللي خلقت أنا بيتي هم جم أبي المدرسة، هي من الطرف الشمالي بيطلع المدرسة. من وقت اللي خلقت المدرسة موجودة هون، يعني درس فيها أجيال كبير كتير، بجوز المدراء اللي بركت فيها، الأساس اللي بركت فيها، كلها درست فيها المدرسة. مدرسة قديمة، وإذا إنسان مثلاً بده ينتصر شخص أو كذا، له موعد مع حدي معاي غريب مو من المنطقة، بيقول له أنا بستناك عند مدرسة المتنبي. مدرسة المتنبي معروفة على مستوى سوريا. المتنبي ليست الوحيدة في إدلب التي أعلنت توقفها، بل هي من أصل 5 مدارس كلها توقفت بسبب ندرة الدعم وعدم القدرة على تأمين متطلبات العملية التعليمية، مما أثار غضب الأهالي مع تجاهل حكومة الإنقاذ للتعليم ودفعه باتجاه الخصخصة. أنا عندي طالبين مدرسة عبد الرحمن الغافري، وسكروا المدرسة هلأ أكواني الأولاد، حطت لهم دورة ما عم استفيد منه شيء طابي، وهلأ دي المعلم قال بده $20 يفتح المدرسة. يعني من نين يجيب $20 ولا أقدم لهم دورات؟ لا أنه عيف أولادك بالشوارع عيف لا تعقيفون. مع انتشار المدارس الخاصة في إدلب والتي تتراوح أقساطها بين $250 و$500، وهي مبالغ لا يستطيع العديد من الأباء تأمينها، مما يهدد آلاف الطلاب بعدم إكمال تعليمهم. أحمد أمين، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.